مجدداً يعود إطلاق النار العشوائي ليقتل الأبرياء. مجدداً يفجع أب وأم بوحيدتهما، وترحل تاتيانا وكيم التي تضج حياة برصاصة طائشة خلال أشكال داخل مطعم الشير في بطحة كسروان. قتلك بدم بارد وهلأ هربان، وليه بده يحمل سلاح؟ شو بصفته؟ دمك مش حيروح هدر هيك، وحياتك يا بي لو بدي بقى من عمري نهار. أنا جارتها لتاتيانا، وحسب ما عرفنا كانت هي وخطيبة وأهله بالمطعم عم يتغدوا، وقاعدين على الطاولة عم تاكل هي، سمعوا ضرب رصاص، برم خطيبة عم بيشوف شو فيه، وبرم كانت واقفة هي، قالت له اجري، وقعت بالأرض، فكرها غابت عن الوعي من النقزة أو صار لها شيء. قرب عم بيشوف شو بها عم بيبرمها، لقى إيده كلها دم، اتطلعت فيه وحتى ما قدرت تحكي شيء، يعني إجا الصليب الأحمر أخذها على المستشفى عجونة، ويعني كانت توفت. حسب ما عرفنا أنه بعد ما توقف هربان، والمشكل صار بسبب شيء، حدا حكي شيء مع مرته، حدا يعني إشكال فردي ما هن ما خصهم فيه، وقاعدين وساقب هو شال فرده وقوص، وإجا الضرب بقلبها لتاتيانا، فات من ميل طلع من ميل تاني. وبحسب المعلومات الأولية، القاتل من عائلة صياح ومحسوب على شخصية نافذة، وهو لا يزال حرا حتى الساعة. بنت طاهرة ملاك، دير بالها على بيا، بتدير بالها على أمها. أمها مرضت، ضيعت حياتها ومدرستها كرمالها تقعد حد أمها. هيدي قلبي، هاي اختي حياتي، عندي يا وحيدة، هاي الدنيا كلها منك. اضطرت انه توقف مدرسة، ومش دايما كانت تقدر تشتغل لوقت طويل، لانه اما بده مين يخدمها على طول، يعني اما ما فيها تقوم ما فيها تقعد. وشو بدي اقول لك عنها، بتضل تضحك، بتحب الحياة. يعني انا يعني بقوله شهادتي مجروحة فيها، يعني انا كانت قلي انت امي وانت اختي وانت رفيقتي. بكرة عرسها لتاتيانا، بكرة آخر وداع بيكون لها، وعروس تاتيانا هي كانت مبسوطة قد الدنيا. قلنا فترة منروح أنا وياها منبرم لعفصتين أعراس، بدها تتجوز كانت. هو ليس الحادث الأول، وعلى الأرجح لن يكون الأخير في ظل غياب المحاسبة.